السلام عليكم حبابي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله. عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو. اليوم جيت لكم بوصفه جديده، خبزه معمره. نخليكم مع المقادير: خميره، كاس ديال الحليب، بصله مشلضه، اللحم مقطع طريفات، ثلاثه البيضات، اللوز محمر، الشحمه مقطعه طريفات، الهريسه، صوص صويا، الماء باش غنخلطوا العجينه، زلافه ديال الفورس، زلافه ديال الفينو مع معلقه ديال الزبده. كنخلطوا المكونات، الزبده مع الطحين، كنزيدوا الخميره، كنخليوها في الكاس هي ومعلقه ديال سنيده مع معلقه ديال الخميره مع نص كاس ديال الماء حتى كتفعل لينا، عاد كنديروها في العجين. كنضيفوا داك كاس ديال الحليب، كنبداو نعجنوا العجين ديالنا بالماء حتى كتجمع العجينه، كتعجنوها بالماء دافي. ممكن تجمعوا العجينه كيف ما كتشوفوا، ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه، تكون بين وبين. كندلكوها مزيان، من بعد ما كتجمع لينا كندلكوها مزيان. كتبغي تدليك كتخليوها ترتاح واحد نص ساعه، كتغطيوها بالسلوفان. دابا كندوزو نشعلو البوطه، كنشحروا البصله، كنضيفوا ليها الزيت، كنضيفوا الملحه، كنخليوها تشحر مزيان، كنضيفوا ليها اللحم مقطع طريفات صغار، نضيفوا الابزار، البوطه كتكون منقوصه على عافيه مهيله، كنضيفوا صوص صويا او صوص صوجا، كنضيفوا الهريسه على حسب الذوق، كنضيفوا الشحمه مقطعه طريفات صغار. كنخليو المكونات يطيبوا، من بعد ما كيطيبوا كنخليوهم يبردوا، وكنشوفوا العجينه راه هي خمرات وارتاحت. ضروري ديروا الفورس باش ما يلصقش لكم العجينه فاش تكونوا كتخدموا فيها. كنكورها الكويرات بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا، غنغطيها عاوتاني ترتاح واحد شويه. ملي كترتاح كنسرحوها بالمدلك، ضروري ترشوا شويه ديال الطحين باش ما تلصقش ليكم. كتجي ما هي غليظه ما هي رقيقه، كتجي على هذا الشكل هذا. من بعد كندهنوا الطاوه ديالنا بالزيت، غنصبوا الخليط ديال اللحم مقطع طريفات والشحمه والبصله حتى برد، من بعد ما برد الخليط سرحناه على العجين ودرنا فوق اللوز محمر، دهناه بالزيت ودخلناه الفران حتى تحمر، وقسمنا اللوز على جوج. بغيتو تقليوه ممكن انكم تقليوه في الزيت. ودرنا دابا البيض مسلوق كنقطعوه دوائر، كيف ما كتشوفوا كتسرحوا على العجين. دابا كنديروا الطبقه الثانيه ديال العجينه بهذه الطريقه هذه، كتقادوا من الجناب، كتوركوا عليها، كتضغطوا عليها بالفورشيط، كتقادوها بالجناب. كتجي على هاد الشكل هذا. من بعد غندهنوها بصفار بيضاء ومع شويه ديال الحليب، كتخلطوا صفارة البيض مع الحليب، وغندهنوا الخبزه
من الفوق كدينوها بهذه الطريقه. كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تضيفوا صوص صويا مع صفر ديال البيض او الحليب او الخل اللي متواجد عندكم في الدار. كنشدوا الخبزه كنقسموها بحال بهذه الطريقه، هنا كيبقى لكم الاختيار. ممكن تضيفوا زنجلان، هنا عندي اللوز حمرته وطحنت واحد شويه غير مهرمش، لكن الا كانت واجد زنجلان ممكن تضيفوه. انا متواجد عندي غير اللوز، درت غير اللوز. الزنجلان كتحمرو حتى هو وكت المهم الشكل النهائي ديال الخبزه المدفونه ها هي كيف ما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا. وانا نقطعها قدامكم وغتشوفوا الشكل كيفاش جات، كتجي رائعه البنات. نقطعها قدامكم باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. قطعها مزيان عفوا، ها هي قطعتها كيف ما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه. غير جربوها البنات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا على المتابعه وعلى التعاليق ديالكم الزوينين اللي كيحفزوني وكيشجعوني دائما. وما تنساوش تابوناو عندي في القناه وتكليكيو على زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالكم. شكرا لكم.